سنة 78. المشكلة بدأت 48، يوم 78 أي بعد 30 سنة كاملة من المتاجرة والمزايدة والعنتريات أمام الميكروفون فقط، بدأت بنصف فلسطين وانتهت بفلسطين، مضافا إليها الجولان، مضافا إليها سيناء. سلام لا يعتمد على الانسحاب من سيناء، ولكن يعتمد على حل المشكلة الفلسطينية، وبالتالي فإن الوضع في قاعدة الضفة الغربية وحل المشكلة الفلسطينية من جميع الجهود هو الأمر ذو الأهمية الأولى عندنا، وتأتي في الأهمية الثانية فينا. أهمية أولى ليه؟ لأنه زي ما قلنا نحن وراء السلام ولسنا وراء